لم يكن يفهم هذا البيت وما الداعي لهذا البيت. من من الشعراء اليمنيين ستسعون لتكريمهم في بيت الشعر اليمني؟ هل في خطة للتكريم؟ نعم، منذ تأسيس بيت الشعر ونحن نعمل دورات للشعراء الكبار، ومررنا منذ 2006 إلى اليوم بأكثر من 10 شعراء كبار، وقدمناهم إلى الناس بطريقة منهجية، وفي نفس الوقت في سياق هذه الدورات الشعرية للشعراء الكبار كرمنا أكثر من 100 شخصية ثقافية يمنية وأجنبية وعربية، ما بين العلماء وما بين الأكاديميين وما بين الوزراء وما بين الوزراء الناجحين وما بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى. ما دخل الشعر بالوزراء والنواب لقصد وقد حققناه ولهدف حققناه، كنا نريد أن يتسع بيت الشعر اليمني بالناس وأن يكون مفتوحا ويكون للناس بالناس، وبالفعل نجحنا. ألا تعتقد هناك خلط في الورق مثل ما يقول؟ على الإطلاق يعني كرمنا مثلا التعليم، قيادة التعليم العام في بيت الشعر اليمني من الوزير وعدد كبير من قيادة التعليم العام لعلاقة التعليم العام بالشعر. نعم. في المدارس. نعم مثلاً. دكتور، هناك من يعتقد أن عبد الله البردوني ظل مهمشا في اليمن إلى أن توفي لكونه لم يكن قريبا من الحياة الثقافية الرسمية، وأنه كان يستحق تكريما واهتماما يليقان به بهذه القامة الشعرية. ما رأيك بهذا الرأي؟ في الحقيقة لقد خدم عبد الله البردوني نفسه بنفسه. كيف؟ واستطاع أن يصل إلى الناس من دون الناس. لكن تكريم اليمن. وبالنسبة للتكريم، كل اليمنيين يحملون تجاه هذا الشعر، يحملون له الكثير من الحب والإعجاب. بهذا المعنى، لكن هل هو حظى بتكريم يليق به قبل أن يموت؟ يرحل؟ في الحقيقة لا يوجد عندنا في الثقافة اليمنية المعاصرة مفهوم أن نكرم الشاعر الكبير مثل مصر مثلا، أن نضع له تمثالا أو نضع له نسمي جامعة باسمه إلى آخره. بدأت هذه هل في خطة من بيت الشعر؟ بدأت الآن هذه الأشياء تقوم. هناك مثلا مشروع قدمته لبعض الأصدقاء الذين هم الآن في الدولة، أن نعمل للبردوني ضريح يليق به مثل ضريح أبي القاسم الشابي في نعم تونس، في جنوب تونس. نعم. ونعمل على 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 الاشتغال على السياحة الثقافية، بمعنى عندما نذهب إلى تونس يمررون على قبر أبي القاسم الشافعي. هل في تجاوب؟ في تجاوب من الجهات الرسمية؟ عندما أذهب إلى فلسطين أنا أحب أن أزور قبر أم كلثوم مثلا، وأحب أن أزور قبر محمود درويش مثلا، عفوا قبر أم كلثوم في مصر، وأحب أن أزور قبر محمود درويش في فلسطين. في اليمن طرحنا هذا المشروع ولكنهم يتهربون ولا يريدون مثل هذه المشاريع. نعم. لأنهم ليسوا إلى الآن في مستوى الثقافة. نعم. التي نرجع نريد. نعم، نرجع إلى الشاعر عبد السلام الكبسي. من من الشعراء العرب الذين تشعر بأنك تتجاور معهم شعريا؟ هناك في تقاطعات شعرية أبداً. في القصيدة بينك وبينهم. أنا بالنسبة لي أقرأ للجميع ولا أحب أن أتأثر بأي واحد منهم، وأحترم كل تجاربهم الشعرية. لا أعني التأثر، لكننا أحيانا نجد قصيدة ما نقول في روح مشتركة بيني وبين هذه القصيدة. على الإطلاق بالنسبة للتجربة الشعرية. نعم. الجديدة لا يوجد أي علاقة بأي شاعر عربي، ذلك لأنني أقرأ في كل الثقافات العالمية. نعم. هل هناك حركة كتابة نسوية لنقل في اليمن شعرا ونثرا؟ نعم. ومن؟ هناك كثير من الشاعرات والشاعرات المهمات مثل فاطمة. من هن الأبرز؟ فاطمة العشبي، عملنا لها دورة في بيت الشعر اليمني لمدة 3 شهور، وهي الأبرز بالنسبة على صعيد الثقافة اليمنية المعاصرة، هي شاعرة كبيرة وما زالت موجودة وتعاني وعندها قضية بالنسبة لحقها في الميراث. وهناك شاعرات أخريات من بعدها مثل ابتسام المتوكل ومثل نبيلة الزبير وهدى أبلان، وهناك أيضا شاعرات جديدات نعتبر نسمي هذا الجيل الألفيني. نعم. مثل مليحة الأسعدي، الآن في شاعرة تسمى مليحة الأسعدي، وفي خالدة النسيري وكثير من الشعراء. وعلى فكرة بيت الشعر اليمني المؤسسة الوحيدة التي تقف بجانب المرأة المثقفة المبدعة، وبيت الشعر اليمني منذ تأسيسه يقدم العشرات من الشاعرات، وهذا جديد. نعم. علاوة على الحضور، حضور في بيت الشعر اليمني من الناس يتجاوز 5%، 5%
من الحاضرين في جمهور يعني. جمهور كبير نعم. ومثقفين من كل الشرائح ومن كل الطبقات وبصورة استثنائية نعم. وغير متوقعة في تاريخ الفعاليات. نعم دكتور، علاقة الشعراء بالنقاد اليوم بالحركة النقدية في اليمن، ماذا يثير هذا الوضع من تساؤلات؟ يعني النقد بين الأسئلة والإنجاز. رح نرجع ونلتقي مع الشاعر عبد السلام الكبسي بعد قليل. هل لديك تصور لمستقبل الشعراء؟ يعني مستقبل له علاقة بالنقد، يعني ثمة هناك من يقول هناك في قطيعة بين النقاد والشعراء، خاصة وأنك مارست النقد وشاعر في نفس الوقت، ودائما الشعراء يشكون بنقادهم لنقل. في الحقيقة على مستوى العالم العربي لا يوجد الآن ناقد كبير يقول بأن هذا الشعر جيد وهذا شعر رديء. على مستوى ما في ناقد عربي؟ على مستوى الثقافة العالم العربي اليوم. وماذا ذلك تقول بهذه الأسماء الكبيرة الدكتور عبد الفتاح كليطو، نعم. محمد برادة، عبد السلام المسدي، جابر عصفور مع حفظ الألقاب؟ كل هؤلاء الشعراء يستخدمون المناهج، وخصوصا المنهج البنيوي، والمنهج البنيوي من عيوبه أن يساوي بين المتنبي وبين أي شاعر صغير أو كبير، لأنه لا يتحدث عن القيمة. أنا أقصد أن الناقد المفروض عليه أن يقول بأن هذا شعر جيد وهذا ليس شعر جيد. اليوم لا يوجد ناقد يقول مثلا بأن قصيدة أدونيس الجديدة أو قصيدة محمود درويش التي كتبها بالأمس أو قصيدة محمد بنيس أو قصيدة البردوني أنها رديئة أو أنها جيدة. نعم دكتور، هل تعتبر نفسك ناقدا؟ بالتأكيد. يعني نحن ندرس النقد ونأخذ شهادات بالنقد، يعني الماجستير والدكتوراه، لكننا لا نمارس النقد كثيرا. النقد يعني يحتاج إلى ممارسة حتى يصبح يعني الواحد، مش كل دكتور في النقد هو ناقد. يعني هل تجد نفسك باحثا أم ناقدا؟ الاثنين مع بعض. وأجزم بأنني ناقد ومن النقاد الذين يستطيعون، ناقدا محترفا؟ تماما. ومن النقاد الذين يستطيعون أن يقولوا بأن هذا شعر جيد وهذا شعر رديء في ضوء مقاييس منهجية وعلمية صحيحة. من أين تستمد ثقتك بنفسك؟ لأنني شاعر وأعرف كيف يكتب الشعراء وما هي أساليبهم وما هي أسرار الصنعة. نعم، ما رأيكم فيما يقال من هيمنة الصحافة الثقافية والمشرفين عليها على الحياة الأدبية والشعرية العربية؟ هناك هيمنة وهناك علاقات وهناك، نعم. وقائمة أسماء موجود. تدار في المهرجانات سنويا، هي نفسها نفسها. نعم، وهذا حالة متكررة في عالمنا العربي، ولكن المبدع الذكي والمبدع الكبير يستطيع أن يخترق هذه المسطات أو هذه الحواجز أو هذه الشلل. نعم. يستطيع أن يخترق. نعم، الصحافة الثقافية العربية تكشف يوما بعد يوم لنقل عن سوء نزاهتها، يعني بتبادل المنافع كما ذكرنا بين المشرفين على الصفحات ومن ولاهم طبعا. كيف يمكن وضع حد لهذا إذا صح تعبير هذا الفساد الثقافي؟ العلاقات تمام. اللي بيجي على الفن الجيد، على الشعر لا. الجيد لا. النقد نستطيع أن نضع حد لهم عن طريق عندنا احنا شجاعة، النقد. ما حد قاعد ينقد، ما حد قاعد يقول شيء، وأن نقول كلمة النقد في وقتها المناسب وفي زمانها ومكانها، وأن لا نتردد ذلك إذا أردنا أن نتقدم وأن نكون ضمن الأمم المتقدمة
وكثيرا ما نتبجح باننا نريد ان نكون امه متقدمه، اذا اردنا ذلك فلنقول كلمه النقد، وكلمه نعم. النقد هي الحقيقه. الشعر لسان العرب لنقل، فنهم الاوحد لنقل، الفن العربي ديوانهم، هل ما زال هذا الدور موجود للشعر امام هذا الدمار الانساني؟ ما زال الشعر العربي هو الركيزه التاريخيه للعربي في القديم وفي الزمن المعاصر، ذلك لان العربي لا يضرب ولا يتحرك تتحرك عواطفه الا عن طريق مخاطبه عقله، نحن لسنا اوروبيين حتى نحرك الناس عن طريق المنطق او عن طريق الفلسفه، نحرك الناس بالشعر. نعم. والناس يتحركون بالشعر. ولكن بالنسبه لنا في العالم العربي هل هذا يعني، عفوا ما اقاطعك، بس هل هذا يعني ان الاوروبيين ليس لديهم الشعر الذي يحرك العاطفه والمخيله؟ إذن هم الى المنطق اقرب او اقرب من الشعر. اختلف معك بس بنكمل. ما رايك دكتور وخصوصا انك شاركت مؤخرا بمهرجان دبي الدولي للشعر؟ نعم. كيف وجدت هذه المشاركه؟ اولا وجدت دبي عاصمه مفتوحه لكل عواصم الدنيا. وجدت